المصانع تشتغل بكامل طاقتها النهاردة وبكرة لحد ما البضاعة تخلص. البضاعة دي لو ما وصلتش المينا في ميعادها احنا هنبقى في كارثة. عمرك يا هانم، بس اللي حضرتك بتطلبيه ده فيه خطورة شديدة. القدرة الانتاجية للخطوط ما تستحملش الضغط ده. اللي انا بقوله يتنفذ ومن غير اي ملاحظات. عمرك. متهيألي يا فريدة كل الرسائل اللي عايزاها توصليها وصلتها لي. الكلام اللي انا قلته لا يخصك ولا يخص هارون. انا جاي اقولك ان اي حد بيحارب وبيخش في حاله حرب دايما بيطلع خسره، يخسر ناس وفلوس وسلاح. احنا طبعا المفروض ما يبقاش بينا كل ده، وخصوصا انك عملتي ده مفاجاه وبدون اي مقدمات. اسلوب التهديد اللي انت بتقوله ده ما يمشيش معي، واعتقد اللي هيبقى خسران انتوا. اما بقى على موضوع المقدمات فانا عندي كتير، بس هقولها قدام النيابه. حبيبتي انا مش جاي اهددك ولا اتحداك، انت عارفه ان انا مش طرف في اي حاجه. انا جاي اقول لك اللي بتعمليه ده غلط وهيضر باسم العيلة. اعتقد خلصت قهوتك. انا عندي موعد كتير قوي. القهوه حلوه قوي، وانا كمان عندي موعد. شرفت يا حسين. الله يخليك يا هانم.